شكرا لك زميلي متعب الشمري. إذن اندفاع موفق سيداتي أنيساتي سادتي، يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في مجريات شوطنا السابع على كأس أوروبا. تتنافس جميع الدرجات، فئات المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر، على مسافة 1800 متر، مسافة 9 فور لونج، قيمة الجائزة 120 ألف ريال. تتقدم أن فرانس بتقسيم الخطوة للكتيبة الحمراء في هذا الشوط، يدفعها أحمد الأزهري، يقسم الخطوة من خلفها هنا عند ليبل إنك المتعهد بالمسافات الأمامية. أيضا نشاهد ويب ناي ناي في المرتبة الرابعة، وتيلمي أول ثالثا برفقة جود سبيد، وكذلك هناك إمارات سنايت، ومن بينهم بريفور ريزيرفس، ومن المسار الخارجي نورث فيس الآن وأوكوير يظهر من بينهم. تتقدم هنا أن فرانس بالشعار الأحمر، وتيلمي أول مع وجبرتو راموس من المسار الخارجي يتراجع عند ليبل إنك، بينما أوكوير يبحث عن مسار قادم. إمارة سنايت من المسار الخارجي برفقة نورث فيس، لا تزال متزعمة أن فرانس الآن مع المنعطف ما قبل الأخير. هنا تبدأ الفروقات ما بين الجياد، ويب ناي ناي ينتظر الإشارة من نايف عنزي. صراع كأس أوروبا، جياد المستورد قادمة، المنعطف الأخير والأربعمائة متر الأخيرة، التو فورلينج الفاصلة. هنا تتزعم إن فرانس وكذلك نورث فيس من المسار الخارجي، خارجي إمارات سنايس من المسار الداخلي. أوكوير قادم وبريفون من أول ظهور، يبدأ مع الوس موراليس، ولكن نورث فيس يبدأ بتوسيع الفارق، وابناي ناي بالدخول، وهيبو بالطيران. أوكوير قادم، هيبو قادم، هيبو بدأ بالطيران، وسع الفارق، وعاد هيبو على كأس أوروبا. ألف مبروك هيبو ابن سترايت كراي، يسجل هذا الانتصار في آخر الأمر.